الصواب هناك طعم الصواب. ها تعال خلاص انت اللي حكيت يا ابو لو صحيح لقاء الورس حل والثانية براءة وبيجري كمان اين محمد اخوك؟ فهد اين هو من يعمل مع القابلة هو؟ والله نحن نازلين في قبل صبير قاعدين نازلين على طول على الطريق قالت لنا قذيفة ونحن ماشيين على الخط انفجرت تعورنا في ذاك ومعي بنت أخي كانت معي في حدفي انتهت ماتت افتقش رأسي وماتت وبنتي قالت شظايا في القلب يعني فوق القلب في الصدر وشظايا في اللقف وأنا كمان شظايا في الرجل والصدر شفت ناس معورين شفت ناس مكسرين رجلهم ناس يعني كلهم خلاص ما شفت احد يعني قال ينقذنا ونحن هناك وراقيم ان شاء الله ان ربي يجعل لهم مثلها وانه يدمرهم لا يخلي احدا منهم ان هنا دمرونا الله يدمرهم بينما احنا نازلين من قبل صبير الساعه 9 صباحا يمكن كذا اجت قذيفه من قلب الحوثيين نكمل السلال كذا على السيارة ها وتعوروا مليان حوالي 20 نفر كذا المتعورين من الاستشهاد اثنين طفلة وواحد ولد كبير كذا شاب